ليغتسلوا أو يغسلوا بها أدرانهم ويتزودوا منها ما يكون زخرا لهم في دنياهم وأخراهم. نحمده على نعمه وآلائه ونشكره على فضله وإحسانه، خلقنا من العدم وأغدق علينا من النعم وهدانا لدينه وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إخوة الإسلام والإيمان، ونشهد جميعا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما تقرب إليه المتقربون بأحب إليه مما افترضه عليهم، ولا يزال عبده يتقرب إليه بالنوافل حتى يحبه، فإذا أحبه عصمه، فإذا أحبه عصمه من المحرمات وأعانه على الطاعات وأجاب له الدعوات. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كان يبشر أصحابه رضي الله عنهم برضاه برمضان فيقول: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتثقل فيه أو تغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم الخير كله. صلوات ربي وسلامه عليه وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام والإيمان، أوصيكم بنفسي بتقوى الله، فاتقوا الله تعالى واطيعوه، واستعدوا لاستقبال شهر التقوى بملازمة التقوى. ثم فإنها من أعظم مقاصد الصيام، حيث قال جل وعلا في علاه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وبلين إيمانا لله الحمد أولا وآخرا، رب سبحانه وتعالى قال أنها قو خغرتني ربي غرتي أمتو أمتت غرتي خيري في بركايسان ردد دي بسي أكسو مغرتني دامس قدو ربي سبحانه وتعالى نودامي تقواه جل وعلا التي هي رأس كل خير. كغرتني خيري چفاف غرتي متاتاتي أرغتي خيري چفاف جل قبتاتي صدا ربي غرتي ربي نوداما دد دي بسي ربي كنيون نودامو ربي غرتني صدا دا نصدا دا غرتي غمخي دي بياج ربي سبحانه وتعالى وصي يا رسول لك ان الله عليه الصلاة والسلام امتها في دبر سلين كسما. ايها الناس، لما خلق الله تعالى البشر جعل سبحانه من سنته فيهم التدرج في كل شيء. رب سبحانه وتعالى ايغا خلقي ساكن اركم سيس دوبا سنان الندتش تنخيستي قبقبو تدرج ترتيبا نمني ويت ديمو رب كراغولي. ولو شاء عز وجل لخلقهم خلقا واحدا متكملا وصوف دي رب انغرتني مرتي يروتك اتش الله دبر سي أرجتني دبم سيستوري. وقد خلقكم أطوارا ربي أوما بني آدم ترتيبا جلقبي في إغرتني ربي سبحانه وتعالى مني الرجلقبي نطفات إغرتني جلقبي إيغس إغرتني علاقة إغرتني إيغتي آنسي إيغر رامفون إغرتني كتاتكتي آنسي خلقي هغنقو تدريبا في تقريبا تدرج ربي إغرتي لفخاي تنسنا ربي قد سبحانه وتعالى، حيث قال في كتابه: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. رب سبحانه وتعالى ترتيبا قرتي أوما خينات رب ترتيبا فيدي واني قرتي رب سبحانه وتعالى أكا بني آدم عبرا في قرتني تدبرت انت الله ودو رب قرتي لفنو خاي جرون المنا ما شفت تدبرا في أرغتني تنت الله تهاجمتي. كنافو ألا يكفي عبرة إخوة الإسلام والإيمان خنو قرتني قرصاف غير رججو خنو قرتي سنة ربي سبحانه وتعالى جرون المنا ما شفرت قرتي أكا قرتني ربي ترتيبا نمهن داو قرتي قدسانو في حتى إن عقله ليتدرج في نموه وتتسع مداركه لاكتساب المعرفة. ربي سبحانه وتعالى وما بني آدم خناو يومو المان سبيي يودلتو حتى عقل انساني ترتيبا وفهما ديمت يجچورا كوني دوبا غرتي ترتيبا وان خيري تاتت نمني ولدرغمو ربي غرتني خيري تنرتي غرتي سببا نو غدي يجچورا. وكذلك تدرجه في سلوك التحلي بالفضائل سوتا سوتا نكنمني درجا غرتي غم ربي جالتو تلي ولدبرو ربي كرانو غدي جرا. وتكون سرعته في الترقي بحسب عزيمته واهتمامه. ربي سبحانه وتعالى خراغر تنيت نتلياتن الرما خي الرما فچاسني الرما مرني ترتيبا غرتي غما خياس كوتا جربي سبحانه وتعالى. فكلما كان عزمه اقوى وهمته اعلى
فإنه يسبق أقرانه ويتدارك من كان أمامه رب سبحانه وتعالى وإن خرانه قدر هنكو مهمان تيسن إفنيان تيسن قرسان فيدمتني ولين أغرتي قم ربي أسدمتنيني قبليين كيسن إفسايبان كيسن برد بريتن جين ساهريوتا كيسن چالون رفجين إيمانا في تقوى خيست نما يسن درد بريلي ورس السالي وتعالى قبون خراخنا نغرتي مجوي تيجا أغرتني سنة ربي سبحانه وتعالى ولذلك شرع تبارك وتعالى الشرائع للبشر قاف شريع ربي نغرتي دنيا خنا الرق بوسو عز وجل راعى سنته التدرج فيهم دوبا غرتي شريادو مخناو جچو ارما غبوسه ارما غرتي ور خلقي ته هندي جلا هدي منجني فجاءت اوامره ونواهيه متدرجه ايغا غرتي وادو ويو وحرمسو ترتيب ربي سبحانه وتعالى جل كبي بني ادم ليوافق الامر الشرعي تكوينهم الخلقي حال اوما ان رتي اومسن الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ربي غرتي وان اومسري اساني بي خجي بني ادمي خنا خنافو غرتي ربي سبحانه وتعالى ترتيب غرتني دينن ساكنا اكسان سوتو سوتا واقبتن اكسان اف درت قبايان ربي سبحانه وتعالى لفخايجو وناخذ المثل الاول التدرج في تحريم الخمر ربي سبحانه وتعالى قاف خمري ورى ادا غدته خمري دا في فرشودان ارغتني قامدقتن ربي وغمتو كچا ايته فرشو غبوسه فرشو نرا ما امر را دابد انجن ربي سبحانه وتعالى ايته افر بوسه يچو فائده نسيتيف مي دايسي ارغتني وما غرتني فائده اسي كيس جرتور مي دايسين كيس جرتو چاله يا ربين ايغسي ايته برايت تببوسه هنك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يا ربي انزل لنا في الخمر ايه تشفينا يا ربي وان خمري تنغرتين سوداچفتين سوداچفتي مرتي تك يا ربي نوبوسي هنكن جدوتي فهل انتم منتهون يدوم تمون دوم تن دچ ربي نيغسي ما يربوسه خلقي كن بك ربي سبحانه وتعالى وكذلك في مثل الثاني التدرج في فرض الصلاه والصيام ترتيب غرتي صلاتاتي في ترتيب صومنا ايغا وغامي قد اعوان ديمتي ربي سبحانه وتعالى شريعة ساسوتا سوتا ايغا قلبين كو بويته ايمانا كيبلو فغرتني كو بويته ربي سبحانه وتعالى وان كان نشوفك في دجتشو في كل مراحل الدين والشرع وقد بيّن معاذ رضي الله عنه سبب ذلك معاذ بن جبل يو غرتي سببا ربي وان النخنا قديف نوهمو وكانوا قوما لم يتعودوا الصيام امته غرتي صومنا غرتنيهم بين تران خناف غرتي ربي سبحانه وتعالى وكان الصيام عليهم شديد ارغتني صومي اكانت تجبات رجيغا فدرا ترتيبا غرتي ربي سبحانه وتعالى اسان في دجو ربي سبحانه وتعالى مما يعجب اكثر من ذلك بعلمه بطبيعه البشر اكبنين ادم كون غرتني طبيان اسا غرتي والدبر بك ربين حكمان إسان لي قلتي تشريع خيستي وان شريع بوسخة خيستي ربي سبحانه وتعالى وان بيخوفي مقدمات در بوسي دوبا يعني مقدمات وان نمنتي وافهمو وان نمني در دقهي ايقسي دلقات قرتني هيكو ربي سبحانه وتعالى در في ديب جتشورا ولذلك قرتني يطلب من ذلك ويحتاج ترويض النفس وتدريبها على فعل الطاعات اكلوا بونكم خيري دافي بركا غرتني دلغمو بربادم امر ربي نور رافدو اكلوا بون برتو فيچو والكف عن المحرمات وان حرامته يچفا وكسين الراد ابچوف كوپويتو وينبغي تهيئتها لذلك حتى تجد لذة في الامتثال والند لغمكون غرتي قام چلا في افان چلا وسونتاني اوني ساني كيس غبو اي ايمان نسان حسسوسو يچاف ربين ترتيبا خنا في ديچو كذلك غرتني صلاه خيست ربين وان ني درا غرتي ترتيبا وغدي نمو اكوما غرتي دلغا راخه مساجد سيني غرتي صلاتون جنني شرع الوضوء وشرع الطهاره اولا غرتني درا طهاره دافي وضوء في ترتيبا افدرا قباين قام نما غرتي وان براخه سغوتكن اك جالل عبادات اسدي بسنجچو وشرع كذلك التبكير الى المسجد نمو غرتي مسجد يودفتن درا قبايا خوتاجين حقيقه يودو غالال نمني أما هجير راجحا إقاما دقائي في قادو في خمتا إسا خيسا قرتي دلقان الدنيا تي في وسواسني قوته جرو يو صلاة سيني صلاة ني ركعا درا يوكي ركعا سدن درا أكا جرتو تي دلقاتي دبرتي يچو أما نمني قرتني دقائقا دي دم صدوم درا دو في كودو أتي تاي كقرآن قرتي هنك دن دو قرأي كقرتني أذكارا هنك دن دو قرأي قلب إنسا قمر بيدي بيتي آخرا يادتي ايغس يوف كوبيسه او غما صلاه ترابطو صلاه النساء شفتنو ربي ساتي ولي دمتيچو فانا رسول الله كان عليه الصلاه والسلام وان احدكم لا يصلي تكون كي سمبيتا ني صلاه تاج رسول ربي عليه الصلاه والسلام امو صلاه النساء غرتي تاكو تكو متارا ولين فودم توجين روايه براخه ست رسول ربي عليه الصلاه والسلام وانونجي غارين كي سن ني صلاه تاجين ولا يكتب له من صلاته الا عشرها
صلاه عيسى غوتو بكك دن كاني بكك دن كيسا تكتي ملسا قال خساره كيسا كاج رسول الله عليه الصلاه والسلام مالف غافه خشوني دبمي غافه تدبري دبمي غافه وان امامني اسدابته قرو ولا الله مال قريه كامامني ركعه دقيقه صديقه ستدمت ركعه دقيقه تربه كيسدمت حنقتي دن ربي قبو دبون دروكو باو دبور راغسي سجان علماء رحم الله الجميع. وكذلك إخوة الإسلام والإيمان والمشي إلى المسجد بسكينة ووقار والدنو من الإمام إمامة تدياتني تاوفي قويا جمع خاصة أغرتني فقاتني قرتي على تاوفي ركعة دراتي دمتنفون درجة إسي قرتني أكسمي فلفاتي تقرتي على شريان. وفي الحديث دوبا قرتي رسولك إن عليه الصلاة والسلام ترتيبك نهون درا قرتني وأنه إيمان لا يزال أحدكم في صلاة تو كون كيسن صلاة خيس جرات شوران ديمو أكنما صلاة خيس جروت تيسابة مافجين يوم الغري ما دامت الصلاة تحبسه. يا عجب هذا الدين ديني كنوار ربي نتينو كنن سيسي هنكا تنفتي تيسي صلاة ايقاتو ما دام صلاة ايقاتشون اس كيست سهريسين تاو جرون أكنما صلاة خيس عبتا جروا جرين سيديم تيجيلو مي خيري اكنا خنا ايسار كتن ربي سبحانه وتعالى دوبا خيري اكنا خنا قرتي لفخا يجتشورا. رواه الشيخان. كل هذه الأعمال إخوة الإسلام والإيمان لأجل أن يتهيأ المصلي للفريضة وللصيام ولغيره من الفرائض. وأنا قرتين أبن شفتنو في قبيسو قبو شريعة ربي خنت قرتين فوداب درو في قبيسو برباتي سادا. وكذلك في نسك الصيام إبادة قرتين سومنا خيستي اللي أبولين إيمانا وإبادة قرتين حجي في عمراء خيستي سفر الإرادة مدان وچو في الراجر جيراني وچو إهراما إدت شودان سفر قرتين إرتو يادت شودان وچو آخرا في قبرين ما يادت شيسو ككفنا وچو لما جلا قرتين نمو وچو سر تجرود تير قل قل لا يديمون أكا قبرين ما يادت شيسوف أكا حجين الجيكوني وان واجب سيتيف سنن سيتيف أركان سيتيف واجب سي قرتي أكا في الرات خفلو دن ديزو درائف كوب بيسي سنجد شريع الرب دوبا. حكماتو كيس جرا يو حكما كان قرتي خبينو تاتي نستفيد منه استفادة تامة فإذا قد قرتني الرا كوب بي فنجد شورا. ولذلك نبي الرب عليه الصلاة والسلام رغم أنف رجل وان غايف نيان نميشا رغم يو سنجد قاعدة آداء ربا خيستي نما فنجان اللفد ايه فولي بشك تهيه چچپه جچو رغم اگرتني والا فرقم چچپه انف امرئن فنجان نمیچا او انف رجل مال نمیچا غمي خوني دخل عليه رمضان خرمدان ربي ساخنه رمضان نگرتني اسد فيج رسول ربي عليه الصلاة والسلام ثم انسلخ ايغسي كگرتي رمضان نيس برابه جي رسول ربي عليه الصلاة والسلام ولم يستفد منه خيني وما تكل الران فائدة فتن جي رسول ربي عليه السلام ثم انسلخ قبل أن يغفر له خرمدان نيس براده مجي اتسيني وصول نجرو الرا فائدة فتشو دبي آداب سابرتشو دبي درائف قبيسو دبي ايغسي كسيت رمضان ني براده مجي قبل أن يغفر له وصوهر ربي ورغرته قلقل رمضانا شوف أرارم قدوف سنكيسة لكاومين رمضان نيس بردبري كوني واخسار جي رسول ربي عليه الصلاة والسلام. رواه الترمذي. إذن إخوة الإسلام والإيمان لا بد التشوق إلى هذا الصيام سومنا خنقرتي تمركانو في درايف كوبيسو برباتشسا من أعمال البدنية سومن نقرتني غالب نساء قرتي هجي إبادك آمات لك كامجر إبادة قلبي جنة دبنة جرى خندرا كقلبي جل الله رب بادم خيوك أمني دلقى رامفودم إبادة قامار دبنة جرى خيوك قلبي دلقى قلبي تي متي قام جل الله دلقى كبا خنافو سومن نقرتي غالب نساء ربودة نساء هجي قامات جد شران دبتة مجر. لكنه يختلف عن الصلاة والحج إبادة قاما هجن نملي أرغتني صلاة في حج راغرتي غرغر يجتشو مالف جنان لكونه يأمر بالكف عن المشتهيات واللبون فيتوتي غرتني واللبون جالت همين ما تأي إجا والا لنتاتي الربا وان دبتنتاتي قلبي وايا دنتاتي قاما وان اتديمنتاتي واللبون فيتو تماسيا الرائف نوو وان در قامة وفجي. وليس إفعالا لها مقدمات يؤديها للمكلف فيتهيأ قلبه أما أنت نغرتي در كما سوما متو بورسينا جرى جنان سوما يادتشو سرران بربادة موجين دوبا مالي في جنان إبادة خنت إبادة قدودا كما هو الحال في الصلاة والحج. ولذا فإن كثيرا من الصائمين لا يستشعرون عظمة رمضان ولا يحسون بقيمة الصيام والقيام إلا بعد ذهاب بضعة أيام منه هدون بليين إسلاماجي والنسان قود رمضان الرا قدون الكنف والنسان قرتين نشاط انما برار رملتو اسان الرا نقر ريفجي ايقا رمضان الرا چنان تو قدبره واني رمضان اسان الرا قاماجي
dheebuun isaan torbaan dura torbaan lama duratti qophaa'an barumsi isaan mee ramadaana maaltuunirra balleessa jechaa itti qophaa'an waan hin arkaminiif ramadaanuma arra galseeneef agartee masaajiduma arraguunna jechuudha silaasan dura if qophoessine jechuudha darsii ramadaanaati irraa qophaa'uudha jechuudha agartee falammaa saamu hoggu soomana jalqaban awwala ayyaamihi waqaamuu awwala layaalihi istashcaruu daalika bacda fawaati bacdihi calayhim eega hedduun nasiiba silaa irraa qophaa'uu malan isaan dabre eegas yaadatanii jeen haqiiqatan dhugaa waan isinuu beeytan darsii ramadaanaa jenneet ramadaana tokko irraa jalqabna gaafa ramadaanni digdamaa dabre baaba soomana balleeysuu bira geenya ramadaanni digdamaa maaliin dabre duuba soomanni fayyaa moo badee jira jechuu kanaafuu silaa osoo soomanni awwalli guyyaa duraa hin jalqabamne wanni soomana balleessinuuf dubbatamuu male jechuu kanaafuu haalli akkasii obboleeyyan imaanaa irraa gartanii to'atamuu dhaqabnaa kanaaf rabbiin subhaanahu wataalaa sunnaa isaa gartee gabroottan keessatti badaa bittadarrujii litaaba an yanqaliba linsaanu inqilaaban kulliyyan arra ka'ee arra namni garagalu hin jiru namni waa malaykaan taane suutaan qalbii banii aadam kana gorsaa deeman jechuu kanaafuu gartee uduu ilaa sabiili rabbika bilxikmati waalmawcidati alxasana gorsa lallaaftuudhaan qalbii banii aadam kana sosobadhu jea rabbii subhaanahu wataaalaa walidaalika ikhwata alislaami waliimaan fakathiiran min alacmaali fi ramadaan hujiin agartee ramadaana keessatti dalagamtu gizee hedduu jechuu hujii qaamaat irraa dalagamtu tahtaaju ilaa sabrin watahammul sabrii guddaatti haajomtii yoo kalee nama lolu nama dallanu taate arraif jirjiiruudha qabda yoo kalee gartanii nama iyyee waa dubbatu taate arra sawtii kan keegadi qabuudha qabda akkuma rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam yoo guyyaan sooma keessanii takka dhufe falaa yarfus agartanii waan hamtuu waan fokkattuu hin dalagin hin dubbatinillee ammallee walaa yaskab sawtii ol fuudheelleen iyyin je yoo nam tokko isa arrabsee fi akkuma aadaa duriititti afaan hamtuurra baase falyaqul innii saa'im ifiillee if haa yaadachiisu obboleeysaa kaanillee akka soomana ta'e haa yaadachiisu je rasuli rabbi osoo jawaaba kudhan deebisuu danda'u haala if jirjiiruu qabaa jechaa rasuli rabbi alayhi salaatu wassalaam nuu kenna jechuudha obboleeyyan imaanaa falidaalika awwalu ramadaan duuba gartee awwali ramadaanaa yuxaafadu ala ltaraawiih wayuqra'u kathiiran min alqur'aan hedduu namni gartee ramadaanaa haala kanaan hin jalqabin if qopheeysuudhaan dura masaajidatti deemuudhaan dheebuudhaan osoo hin ta'in agartee arruma ramadaanni seeneedhaaf hedduu namni jalqabu je galgala ramadaanaa masaajinni gartee bakki taanu hin jiru je qur'aana gartanii yoo xiqqaate juzii gubtu qara'aa jedhe guyyaarraa jechuu eegasii gartanii summa yamallu ni hifata gartanii wayata'abu ni ta'abafirraa lubbuun isaa ni hifatti minal mujaahada irratti gartanii tattaafachuurraa fayajharu lqur'aana qur'aana juuzii tokko irraa nuusatti gaddeebisaa dhufaa jee wayatathaaqalu an innawaafil taraawii hallee gartanii haga gama duraa kana malee maa assalaama torban kurnan boodaa homaa uun jirtuu je isaa dadhabee of ifatee halkan gartanii laylat alqadrii ka halkan takkittii nama 83 baatii afurii sun itti dhufu jiraatti idan yeroo gartanii magaalaa walbituu dhaabbattu inni gartanii osoo meeshaan bitatiin galee jechuu walidaalika obboleeyyan imaanaa halkan agartee ramadaanaa akkasii tana khayriidhaa fi barakaadhaan agartee itti qophaa'u shari'aa rabbi nuu hima wa ammaa man yastamirru fi mujaahadati nafsihi ammaa warri rabbiif jecha if qabee duraanutti qophaa'u jiru wa qaharaha ala alqiraa'ati wassalaati wa anwaa'i alqurubaat salaataa fi soomanaa fi khayriidhaa fi zikriidhaa fi sadaqaadhaan lubbuu ifii kan agartee gaddirqee gaqqabe walam yajid lazzata dhaalika ولو لم تجد لذة ذلك وسوغرتني اركمو في باتي ليجي ميان غما درا خن اركمو في لي باتي لبوي في تقدر كان جي درا مالف جنان درا لبون تون اداني سيدا جهدي دا في تتافچا في لا اغرتي يعني الرق قبو في اغرتي اتف جبي صورتي غرتني هدمتي اي غسي لبون كو وبرتا دفتي يچو وكذلك دوبا غرتي وبليني مانا لبون اغرتني غا فكسي دفتي ينتظر هلاله ببالغ الصبر sabriin ka irraa dhumatte aboo jiini ramadaana yoom nuu seena jiini taubaa yoom nuu seena jiini taqwaa yoom nuu seena jiini waan baatii 11 rabbitti nu xaharsu yoom nuu seena jetteeti lubbuun namaa gartee akkasit dheebottii jee duuba anaaf rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam walanaa alqudwatu lxasana qooda gartanii gaarii rasuula rabbiitiirraa fudhachuu waan nurra jiru kaana yasuumu shacbaana hattaa naquulu annahu yasuumu kullah rasuuli rabbii akkinitti shacbaana soomuu jedhe hanqa nuti barana shacbaana rasuuli dhiisuu iyyuu hin deemu guutuu soomanuu deema hanqa jennu if qopheessa rasuuli rabbi kauma rabbiin duraanuu isa qopheessee gartee nabiyyummaa fi iimaanaa fi qophee hundaanuu isa qopheesse laakiin rasuuli rabbi alayhi ssalaam shacbaana gartee 27 in uu riwaayaan gariin maal jetti annahu saama shacbaana kulla in lam yathbut bimuctamadi riwaaya rasuuli rabbi alayhi ssalaam gara 27 shacbaana gartaniif qopheesse soomana isaa gartee soomanaaf dheebote soomana gartee barate lubbuun agartanii akkasitti
رمضان جل قبدي جچودا يوكا اكستا توتا تبولين ايمانا مقدمه تهيئن اف كوبيسون كينيمي سجرتي مالين اف كوبيسين جرا هدونا ماكو مسنچفت بيتن ودني اف كوبيسني نياتا شوربا دا منا فنا دا قهوا دا حالا دداتين اف كوبيسين جچو خنامي تغرتي ونسا حبان اف كوبيسنين هنك ربي سبحانه وتعالى اسامل كي سغرتني جنتا انجچو ربولين ايمانا ودني اف كوبيسنون من فضول الكلام والنظر افاني غرتي ماليااني هاسو دبو اكسو مغرتي جاوان هم تولالو دبو يو دوران غرتني برنامج ادددا غرتي تلفزيوناتي فحال ادددا جله دينوتاتي ربي جچجياتي نغدا خنا ارايف كبو ويكثار من قراءه القران اكسو مغرتي قران هدوميسو دافي اذكار هدوميسو والامر بالمعروف والنهي عن المنكر اكسو مغرتني خيرتنا ما اججوفي هم تورانا مدوو حال كنا كنا مؤمنين يوف كو بيسا جچو دبل ين ايمانا ولذلك غرتني جچودا ألف الصيام والقرآن وكسرة الذكر والصلاة لبون ما كن قرتي صومنا في صلاة قرتي شوقي دا في جالالان جل قبض دوبا نما قريج رخ رمضان قرتني يو نتلو في الرهفة يوم ما أمن نتلو بي سبحان الله أجائب جا رمضان ما خنر را قرتي يتضجر الرهفة جتشو صلاة ما وقتي شنين كان اسو ما أما صلاة دبري دقي قند برا تارو يو أزارو دقي سنوغا رب ما رحمتنا واغودو غندا ازارت تندغي نلينو مجرا غريني امو يوم ازارت تدغاو اعوذ بالله قيامان ديات ايبر ابو ام مزوري سلامي رسول ربي عليه الصلاه والسلام يو غرتني كونو رمضان دفو يو سلامي كان دفو كانت غرتي لبون ديبوت يچو مال جدا يا بلالو بلالي كين يوجد ارينا بالصلاه مي صلاه كن انو قبني سير شغلين دنيا تي چنكين دنيا اونينو دكوبسيتي مي صلاه كن دفي ازاني وقتين دياتي نو قبني سيجين وكان قرة عينه في الصلاة قلبين سابك سين تجمد اجي سابك تبقطو صلاة ربيتي صومنا جچودا خنا فغرتني كانت اقوال الصحابة صحابانا غرتني هدون جچ ساني مالي اللهم سلمنا لرمضان وسلمه رمضان لنا وسلمه منا يا رب يا رب رمضان افنوكني رمضان اللي نوكني رمضان اللي نرافود يا رب نتقبلي جان جاء جهر را غرتني ديبو غرتي رمضاناتين ديمن جچو نموان كيس دبر اف بيكا آخرها ساتي فقرتي قبعو برباده بليان إيمانا ولذلك لا بد أن يظفر المؤمن بما وعده الله تبارك وتعالى في الصائمين القائمين مؤمني قرتي افدور دمك اف قبعي سي واربي سا قبعي سنفدت شوفي صفا سيني دابت شو رقب مالي فواربي قرتي رمضانا خنا خيسا قبعي سي نم ربي قرتي رحمتي ساقو دمين امني برا قرتني را ملكاو كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان هل كر رمضانات هدراو قوسين قسينتي صفدت الشياطين شيطان ندران قرتي ست جهاد بو رب سراه رجين ومردة الجن الرحمن قرتي مجرم نقرتني شيطان اللي سراه دما وغلقت أبواب النار ولان قرتني بدا شفت نشفمتي فلم يفتح منها باب ولان تكل الرام بنا موجين أكا ربي هريت انتي قرتي بكاسي قو يو رمضان خنا خيسا قدبر تتاتي في يو رمضان خنا خيسا قرتي كقم ربي دي بتتاتي اللي نسيب نكي نسيب قدادا وفتحت أبواب الجنة ولان جنة قرتي شفتنو قرتي نبنمتي فلم يغلق منها باب ولان تكل الرام شف موجين دوبا وينادي مناد للبا ربي نقرتي للبسيسا يا باغي الخير أقبل يا بوك خيري جالت يا خيري كوبويتي اف كوبيسيتي خوتو جين هولان تنتي بنمتي سي گوجرتي ويا باغي الشر اقصر يا كغرتني ادان سا همنا في بدو مرتي گرتي باتي خودتو کو ربي دغتي ابو ربي سودا دواس دي بي يتين جي گرتي للبا ربي سبحانه وتعالى گد گيس ولله عتقاء من النار هل كن گرتني چفا وجچو ربي سبحانه وتعالى نما گرتني درا ماسيا نسات افدلي نسا ابدا في سغت ابدي ربي نغرتي گلگل رمضان چفاو جنتا في سبيل سومسا رواه الشيخان دوبا غرتني وبلين ايمانا ربي سبحانه وتعالى توفيق كنا خنا نوها خنو غم ربي سبحانه وتعالى دي بيو ربي نوها كوبيسو تسمعون ما اقول واسأل الله جل وعلا ينفعني بما اقول وإياكم الحمد لله حمدا يليق بجلاله ولعظيم شأنه وعظمة سلطانه نحمده على نعمه العظيمة ونشكره على آلائه الجسيمة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وبارك عليه وعلى أصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإسلام والإيمان
فاتقوا الله واطيعوه وخذوا من صحتكم لمرضكم. وبليا ايمانا يا وبليتون ايمانا ربها سدانو غم ربها ديبنو اتقلك انك ربنو تلچ. خذوا من صحتكم فياتي سنين راسا مدى لمرضكم قيادكم بخي سنيتف. ومن فراغكم لشغلكم ويا غرتني شغلين تيسني سندفتوف ويا غرتني سن شغلين كم نغرتني كو بيفدا. ومن حياتكم لموتكم ويا غرتي دوا تيسني تيف كو بيفدا فياتي سنيف جروتي سنرا. ومن دنياكم لاخراكم جروتي سن دنيات الرايف كو بيزا ويا غرتي تيغلا اخرا سنيف. فان اليوم عمل ولا حساب ويا الرادل غادو بليانكيا نموني بك دلغان دنيا غافسين دموزني خفلم نموني بيخ غرتني ما يجي آتي في غرتني قويا دلغاني سا غرتني خفلم توف غمتشو نقب أرى غرتني دلغا دا حساب نتكلي ننجرو وغدا حساب ولا عمل بروان مو غرتني حساب مالي غرتني هجين تكلي ننجرو چانسين تكلي ننجرو رب ارجعون رب تي ندب سيانا كسن سين يوجان كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخون إلى يوم يبعثون جدا مفتع بليان كيا وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين يوسان توبته بربادن يوسان كما ربي ديبيو بربادن وقت سدبر اجي رجا مانج تشودو بولين ايمانا. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه ويا يس ربي خيسني والكنمتن خسرين تيسني في ما كنت يس ربي راندو كنني ويا غافسي يوم تبل السرائر ويا غرتي مستر شفت دري باتو يچودا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وانس النقبه جتنين حسابن ان يغنس نقبو جراتا افكو بيساهي يا ربين. ايها المسلمون كل عمل يريد صاحبه أن يحقق نجاحا فيه فإنه يحتاج إلى قناعة به لم نشفتنوه جيتك هجته اتملكاو فدو دراتو اتكوفو قبدا نفيد ونخن نباس ونخن اتنم ملكاو ديما جتشا درا اتأمنو قبدا وان قلبين اتمن اتقام ندلقون دردبو سنة ربيتي واستعدان نفس لهن قلبون اتكوفاو قبدي وقدرة جسدية على تحقيقه ايغا سمبودا غرتي قامني جهدي كفلودا كبا تتافچا غودودا كبا. وكذلك وبليان ايمانا وجين غرتني ربي نوكوبيس في رمضان رمضان كيسجچو قبل دخوله وصور رمضان نسين درا سبب لقوة العزم اوني كان كيجبيسوف فضلي اساتي فچالي نسا يو رمضان خيس دو امال اركتن رمضان خيس ربي مالنا ما خنا هري اكنا خنا اركتشوف لبونا ما درت كوباو قبدي. والجد في استثمار رمضان رمضان الرفايد يفتشوف في كوبيسو قبدي. والاجتهاد في انواع الطاعات عبادات وان جام تشوفاو تولان تكسجلن دبرت كوباو قبدا. ومن التهيئة النفسية ازالة ما يشغل النفس ويقلق الفكر وان اغرتني سي كوبي سرا وان سموتن تيغرتني بيزي غدا وان قام كان كي مشغوله غدا افر اغرتني غباب سودا. ربي سبحانه وتعالى يوصي لافسه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. ربي سبحانه وتعالى ور جهدي غد ور تتافتو هر كبيتين غرغار دا ربي سبحانه وتعالى يو ربي غرتنا ما غرغاري نيان نما كو بويته بكد لغات الرايل لي غرتني اوف دچوني دنداما if copesite ramadana ketif argitani jiru bati kudatokko bati takitti ke sakacelchuf wan hammate unda kharara debisuf yo rabbi gartani sigargare wan akasi sangarte iske juala kan ke sajirachu daqaba ramadan ni kiya gartani ofina nguya birafu da duhundi walinna qabame kharamadana na hata tujechun if copesu dafi khairi debochura la kaunte chobule yankiya yo khanantane tan asita nadisa اي ستو غرتني لف حرما في كعبه ولا كعباتتو نمني ملكاو تنجرو نما غرتني ولا كعبه ربي سقبسيس كسلاني تكتين كوما ديبا كغويت صلاه كوما ديبا شر ربي نسيبا اساغودي نما غرتي هولان كعبه غرمين بين ربي نغرسيس جكينا ولا كعبه يرو اذان ني غرتني غدمو دوغادا غرتني وري غرتني وارديا ددمني دوكا بنا جرو چفاو غرتني ني كتاتا ريال ديبا ششني ريال كوما كتاتا وغو ازانا دغاي دفه كيسه گدبيته كيسه تاي سياراتوت وغو ميكروفوني كونو كابان اولا السلام عليكم ورحمه الله وغو دغاي سبحان الله ربي قلبينا ما نشوفن بوليني مانا هولاو البنته تملي تاي وانا في تفوفجچو نمني غرتني ربي قلبي ساچوفه نمني دكلي نمني بنو دندونجرو ولكن جهدي تجرب بولين تتافچاتو جرب بولين امو يو ربي غرتني توفيق سيكن گندو منمني هدون اتخسارو كن كيستي ملكويتات ورملكي سر ربي نو هاگودو بوليني مانا كوبيا كسي سر ربي نو هاخنو. وقبل ذلك سندور غرتني وبعده ايگا كوپويته بودله عقد العزيمه ارگيتي مرتي تنتي فودچو على البعد عن المحرمات واللبون تنتيف سيف ربي جل الله ولبيتا ابو وان فكتو تنهنداو ربي جچي راين دا بداجين نمني غرتي ربي جچي وين دي سجي ربي سبحانه وتعالى يسغرغر من ترك لله شيئا
نمني ربي في وان كان ديس جي عوضه الله خيرا منه ربي سبحانه وتعالى دچا برو خبرو ربي نساخنا جي انغرتي وان سنچال بر روايان برا غرتني وان ما اجان لالن امته كلها ديم خاصه انغرتني وقت صيفي اما كيس جرو كانت نمني انتلتك قام يسي غرتي نما فتنو سنرا اجي في قديب سجد رسول ربي عليه السلام عوضه الله في قلبه حلاوه الايمان ربي ان قلبي ساكيس مياء ايمانا بوصف جين سببا ان ربي في جي يروت كتي قبت مياء ايمانا ما قال خمي بتمسلا يو بكتنا فودمين اذا ترتيبات شريعه ربي نوخاي والرجل دي ميل كا ربي نوها غدو بلينكين شانسين شانسي جروتي شانسين شانسي غرتي جنتاتي في ابداتي ربي سبحانه وتعالى ورامل كاونو غدو ان هذه التايئه كوبين غرتي كسيتوف كوبي سنه بولين ايمانا ربي سبحانه وتعالى ترتيبا نغرتي لفقا يجردوبا حديثني اما رسول ربي رغني سن رغم انف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل ان يغفر له خسار نمتج رمضان ربي ساخن خجي توبه جي رحمته جي مغفره جي اغرتني اتقوا من النار ابد ربي الرب لصوم سي بده ما خلصوا دان قبلمو نمني ابد الرب لصوم تجانين دبين تنرغ دودا صحابات تنجرتو جرو اساني حديثا غري رسول ربي الرادغون جروتي شوفا دبيتك كتي حديثني اركچونا ويا ورجدو جرا ولذلك وبلين نمني وان صداته بقته يو امس لالين چي هولا كانن اول سينجان اسين چبسني حسابانا لين چما اسين اولو تعالى مالف لين چبينا وان ني رحمتنا ما انغونه بينا مالف والبون التمن تتوكو قام ني غرتني شكيتن كبو بلين يو صداي بيدادو غان امن نجراني اك حسن البصري نجي وني عجائبن تجري بني ادمرا جنته تهمني كاينين بربانجي ايبدله كايتماني انن سودان ان عجائبي دوغا وانما عجبات خنافو بوليني مانا لوبوتيتن تنا كوبيدا في درسي كنو في قمنا وقتي ارغرتني جنته امبتن لوبوتيتن تنا كنو دا قمنا خناف غرتي علمان كتاب غرتي رمضان احكام ايسا فقهي غرتي سرابرتن كتاب عجائب الفقاهجر رمضان خيس غرتي احوال هدتن رب بولين نما غرتي احكام رمضان واللالوف ان تشوف غرتي ربي سبحانه وتعالى مد افان كيسكنف وسو في الراتف بككون غويده ولت لتيت والقبته قيامان سبوتي افوردو غرغرچتو جير شريع ربي واكسنجن حتى دوبرتون ني غرتي نيا تاكو بيسن سوغدي حنقم غي تقامو غدادا لالاني اجول لي سبيي غرتي نيا تاكنو في ديمن علماء وان الرول يغلن افان الا لافته بالدين ما خنا نياتي حنقم غدين دبر الله فيغو ان تشوف لي غدين دبر افان الا لافته جول لي افان كاو شريعه نيم يو شريع ربي خنا الروان اللي لفنو قايم براتين جرونا ما ديبات بودا فرچو ددبلوبون وان جفا وان نمت سينون دندني توكوتات لكن سبب شريع ان جبا چومتي شريع ان اگرتي ددبمو متي جاهليتو ددبسي ولالو منو ددبسي يرو غري قداف رسول ربي كسادم تچگرتي جنابات هي اسام داي في سبيل الله تجرو جنابات هي حكمي جنابا ولالت ابو جرنا نمنكك يا خنا مداي جنابا انديكتمو وي وني رسول الله رخصه دگي سنجرا جنان جنابا سلا دي كان نامل احتمال برات في تجانين بشان سودا تكرتا تاني سج الله تو مداي دي كدو جانين هو صاحبني ولغدو بك غكنم قال لي ما ربا جدي تكرتي بشان فوديو في غدي سي غبن قبن سوبيتين مدا غرتي غوفاي ايغا كليتي كرتي هولتا جرو قال لي ما تلبون كيسابات ودو رسول ربي تيجي سني اكسن ما غافته نام فتوى غدني في بشان كتو بل جاني جي قتلهم الله يا رسول ربي صلى الله ربي سان حافظ انسان كانو جي مانغا فنجين دوا ولالوما برمزا غافچادا فانما سؤال العي ارغيت شفاء العي السؤال جي دوكوب ستان جايل من دوكوب ستي غافيتو دوا دا مانغا فنيو بوليس جي سنجين رسول ربي عليه السلام تيمم ون شريان كراغوتي دو بغرتي وا غافتني برون بولين ديني كينيا كيس والله وان جروتي نكيست تكان اركني مياوسا سنتو ديني ربي كيس جرو بولين ايمانا ولذلك اخوه الاسلام والايمان بابا خان الرافيه دچو برباچي سادا اف كو بيسوم برباچي سادا اخر ري غرتني رمضان كنا غرتي جروتي نكيسا ارماجي توتو ملا تلوفتو غرتني ربي سبحانه وتعالى غرتي اكتي نغو ربي كينيا كدتا كو باوتو برباچي سادا اللهم بلغنا رمضان وسلمه لنا رمضان وسلمنا له رمضان وتسلمه منا متقبلا يا ارحم الراحمين صلوا وسلموا على خاتم الانبياء والمرسلين
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، كما صلى الله تبارك وتعالى ونبيه وملائكته بقوله أمرنا جل جلاله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا رمضان، اللهم بلغنا رمضان وبلغه إلينا رمضان، واجعلنا من المقبولين الفائزين المعتقين في رمضان يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم خذ بناصيتنا إلى ما تحب وترضى يا أكرم الأكرمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، واقم الصلاة.